الجانب السياسي من خلال وزراء الخارجية، هل ده ممكن يؤدي إلى تعثر المفاوضات؟ لأن الجانب الأثيوبي زي ما دكتور نادر وضح لنا هو رافض تسييس هذه القضية ونبقى على الناحية الفنية، ولا ممكن يتقبلوا الجانب الأثيوبي شوية بشوية؟ لا، هو أنا متهيألي أنه كان من المفروض حتى أن هو هذا المسار السياسي يبدأ من فترة. يعني التعطيل زي ما قال الدكتور نادر كده كان بسبب رفض الجانب الأثيوبي، لكن أنا أعتقد أن احنا دلوقتي هنبتدي نتحرك، ونبتدي نتحرك بجدية، لأن كل الفترة اللي فاتت بصراحة كانت مضيعة للوقت. يعني التفاصيل الفنية اللي هي غير مجدية هي اللي كانت بتضيع وقتنا. احنا ازاي مش قادرين حتى نتفق على مكتبين استشاريين؟ يعني لا طبعا المسار السياسي هيكون مجدي ان شاء الله. من خلال الاجتماع بالامس، يعني هل حدث من معلومات حضرتك ان حدث صدام على المستوى الدبلوماسي؟ هو ما حصلش صدام، بالعكس كان المناخ اللي كانت بتدور في المفاوضات على حسب ما فهمت كان مناخ ايجابي. يعني ما كانش فيه مشكله، ولكن المشكله كانت في البنود اللي طرحها مصر، واللي هم ما هماش مرحبين بيها طبعا. وفي نفس الوقت الوزير الخارجية الأثيوبي عمل تصريحات إيجابية، عمل تصريحات وقال إن احنا بنؤكدنا وبنؤكد وبنتعهد بإن هو مش هيكون فيه أبدا أي مشكلة تاني على مصر. طبعا احنا بناخد التعهدات دي بشكل شفهي بقالنا فترة طويلة يعني. بس ده عكس ان هم خرجوا من الباب الخلفي، وان هو كان مصر على استكمال رحلته بعد كده ويعملوا اللقاء الساعة 6 الصبح. يعني اقصد ما كانش حتى دبلوماسي. هم خرجوا من الباب الخلفي لان هم كانوا مصرين ان ما يكونش في تصريحات اعلامية. علشان كده حتى البيان اللي طلع كان بيان مقتضب جدا، وهو بس اكتفوا بان هم يتكلموا على انه في استئناف للمفاوضات 27 و28. هم يعني واضح ان هو الاجتماع اقتصر على ان كل طرف بيقول المشاغل بتاعته، او مصر بالذات احنا بنتكلم على ايه هي خريطة الطريق القادمة، سواء بالنسبة للدراسات المطلوب انه الاثيوبيين يعيدوها، وهم بيتكلموا على ان عندهم دراسات امان للسد، وان هم مستعدين ان هم يحطوا تأمين مش عارفة مبلغ قد ايه، مليار ونص دولار على مدى الأمان، وإن هو هذا السد بيبنى يعني على مسافة كبيرة من الحزم بتاع الزلازل ومن 30 متر ولا كيلومتر من السودان. فهم بيحاولوا إن هم يؤكدوا إن هو المخاوف بتاعتنا ما هياش ليها أساس من الصحة، وإن هم مستعدين إن هم يدخلونا في إدارة وتشغيل السد. ولكن هذا كله لا ينفي بانه عمليه بناء السد مستمره، وكل ما بيرتفع كل ما احنا العمليه بالنسبه لنا بتبقى شبه مستحيله ان انا اتوصل لتوافق يعني او كامر واقع.